وطبعا ازاي تجاوزنا ازمه المطر اللي حصلت هو الحقيقه الاول ما المشكله اللي حصلت المره اللي فاتت وحجم المشكله كان كبير جدا نتيجه كان كميات المياه اللي نزلت كانت غير طبيعيه ونزلت على فترات قريبه جدا من بعضها فدي خلت الشبكه بتاعه الصرف ما قدرتش تستوعب الكميات المياه اللي نزلت كلها بجانب ان في بعض الشنايش اللي هي الاماكن اللي بنجمع فيها الامطار كان المخرات بتاعتها او المصبات بتاعتها كانت مسدوده بمعنى ان هي كان كل على الكورنيش كل الكافتريات اللي قامت على الكورنيش قفلت المصبات دي فحصل بعد المشكله اللي فاتت دي حصل اتعمل خطه عاجله بحيث ان احنا اول حاجه فتحنا المصبات كلها بالاستعانه بقوات مسلحه وقوات الشرطه والمحافظه الاسكندريه لان احنا ديما الناس سلطان عليهم وبالتالي هم ساعدوا في فتح المصبات دي كلها احنا ابتدينا ننشئ شنايش كتيره جدا في المناطق اللي هي كان عليها فيها مشاكل التجمعات كلها بتاعت المياه رصدناها وعاملين خطه بعتناها للمحافظه عشان الرصف بعض الشوارع فيها الرصف بتاعها اماكن منخفضه جدا ودي حاجه من اتنين يا بنعمل لها شنيشه يا اما الطريق بيتعمل اصلاح للطريق بحيث ان هو يبقى المستوى بتاعه مظبوط بالميول الهندسيه. عملنا برضو بعد كده اشترينا حاجه اسمها ترمبات اللي هو البدلات اللي هي بتبقى في وقت الامطار الغزيره بنستعين بيها ولما بيجي لنا اي اخطار من الارصاد بنروح منزلين البدلات دي كلها في اماكن التجمعات. في نفس الوقت في عربيات عندنا بتبقى متمركزه عند الانفاق المختلفه في اسكندريه. برضو عملنا محطه جديده صغيره عند نفق المندره بترمبات جديده ودي خلصت وشغاله حاليا دلوقتي. دي اللي هي بتجمع الميه في الاماكن المنخفضه. تقريبا معظم الخطه العاجله خلص بالكامل تقريبا بما فيه عمل الشنايش حاليا دلوقتي في هم كانوا الخمس انفاق كل الانفاق النفق ال 45 ونفق المنظره كذا مكان ومطالع الكباري كل الاماكن دي بقينا نعمل زي ما قلت كده اول ما بيبقى فيه الارصاد بتبلغنا بيبقى فيه تمركز للعربيات بتاعتنا في الاماكن دي بجانب ان احنا حاليا دلوقتي بنعمل بقى الخطه اللي هي قصيره الاجل اللي احنا بنشتري ترمبات جديده لبعض المحطات عشان نرفع الكفاءه بتاعتها في الفتره اللي جايه بحيث ان يبقى برضو عندنا حاجه احتياطي لو لا قدر الله حصل اي عطل اقدر ان انا اتحرك بيه. في مبلغ اوريدي مرصود 75 مليون جنيه واحنا بنشتري بيه عربيات حاليا دلوقتي من العربيات اللي هي عربيات الكسح وعربيات النافوري والحاجات دي كلها اللي هي بتساعدنا في شيل المطر في الاماكن اللي بتبقى من المنازل والبيوت والحاجات دي كلها. 75 مليون دول تكلفه الخطه العامله اللي تم تنفيذها؟ لا دول احنا بنستخدمهم عشان تحديد ملي يعني او اساسا عشان موضوع العربيات. عربيات الكسح وعربيات شفط المياه. ايه رقم تقدير للخطه العاجله والخمس انفاق اللي احنا في الانفاق الحاجات اللي اتعملت الصغيره دي كلها والشنايش حوالي تقريبا 9 مليون جنيه. دول خلاص خلصوا بالكامل تقريبا. الخطه بقى الثانيه اللي احنا شغالين فيها دي اللي احنا بنبتدي من ال 75 مليون بنبتدي شغالين لان طبعا لما بشتري عربيات بتبقى فيها امر توريد وحتى بالامر المباشر يعني حتى طبقا لتعليمات السيد الرئيس بس احنا طبعا بتاخد وقت في عمليه الشراء والحاجات دي كلها. سامحك يعني متوقع ان اي ضرر تكون ما قادره تواجه تكرار ازمه تراكم اليومين اللي فاتوا دول كان اختبار كويس جدا جدا للانظمه اللي احنا عملناها دي كلها والحمد لله تقريبا ما كانش عندنا اي مشكله. انا كنت متابع على مدار ال 24 ساعه من خلال اللاسلكي وانا في القاهره هنا وشايف الحركه بتاعه المرور كانت كلها ماشيه كويس جدا متبلغ بيها اول باول ما فيش اي تجمعات ميه حصلت يعني التجمعات اللي حصلت لا تذكر او الاماكن عددها لا يذكر تقريبا وتم وحتى لما حصل تجمع كان في عربياتنا موجوده في الاماكن دي شالت المياه على طول. المواطن ما حسش بازمه لا 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 خالص لا لا خالص خالص
انا بس عايز برضو اركز اقول ان كميات المية اللي نزلت المرة اللي فاتت دي كان غير طبيعي، يعني بشهادة الارصاد ده كان فوق الاثنين او ثلاثة واثنين وثلاثة من عشرة مليون متر مكعب. الشبكة بتاعتنا مهما عملنا مش هتقدر تستوعب الكمية دي، فدي كانت كمية غير طبيعية. ويمكن احنا شفنا الفترة اللي فاتت كميات الامطار اللي نزلت في الدول التانية اللي جنبنا او حتى في اوروبا ولندن والحتت دي، وشفنا المية وكانوا ماشيين بالزوارق الميكانيكية في المية، يعني بينقلوا الناس من مكان الى مكان. فكانت دي ظاهرة مش ما حصلتش قبل كده. يعني عصاقة الارصاد قالت ان الكميات اللي نزلت دي غير مسبوقة وما حصلتش قبل كده. بس برضو في استعدادات تانية شغالين فيها، بنكمل في حاليا دلوقتي في المحافظة بتعمل دراسة على مية الامطار، ان هي هل هتبقى عمل لها شبكة منفصلة تماما عن شبكة الصرف الصحي، او تستمر هما الاثنين مع بعض، او تتفصل في بعض الاماكن وتبقى مشترك في بعض الاماكن. كل الكلام ده بيتم من خلال الدراسة اللي هتعمل اعتقد مع جامعة اسكندرية عشان نحدد ازاي نقدر نواجه اي تصرفات، وطبعا برضو مع بعض الدراسات على التغيرات المناخية، وده اللي هيساعد عشان نعرف هل الكلام ده حصل السنة دي وخلاص ولا لا، ده هيحصل هيبقى متكرر، فبالتالي نقدر نواجهه في الفترة اللي جاية. صح. الشركة عندها اي معلومات عن احتمال تكرار ازمة تراكم الامطار في محافظات تانية غير اسكندرية؟ احنا كان عندنا اللي حصل برضو في البحيرة. البحيرة برضو حصل فيها نفس المشكلة، ويمكن اكبر نتيجة برضو ان المصارف كلها اتملت ومن كميات المطر، كل الأراضي الزراعية اللي موجودة هناك كانت يعني مغطية بالمية. بعض المحطات عندنا تقريبا كانت على وشك ان هي تغرق من كميات المية دي، لكن الحمد لله احنا ولادنا هناك نجحوا ان هو يمنعوا المية، وكانوا والله بيرموا نفسهم قدام المحطة عشان يمنعوا المية ما تخشش وما تلمس الكهرباء عشان يقدر يشغل الترمبات، وفعلا نجحوا لحد كبير جدا. كانوا يخشوا بالمركب للمحطة ونجحوا ان هم يمنعوها بكياس الرمل، وجابوا الترمبات الري الكبيره وابتدوا يشيلوا كل الميه اللي ممكن تاثر على المحطات دي، والحمد لله الامور دلوقتي يعني متسيطر عليها كويس جدا. واعتقد ان ده كان درس لينا كلنا، ان احنا يعني لازم نفكر بقى بعد كده، يعني هل الموجات دي هتيجي تاني ولا هتستمر، فلازم بقى نعتمد على التنبؤ بتاع الارصاد والدراسات اللي معموله والحاجات دي كلها عشان بالظبط كده. ونبتدي بقى نحط اعتقد في توصيات طلعت من المؤتمر الاخير اللي حضره السيد الرئيس، فده اعتقد دي هتدي فرصه ان بقى كل العالم يبتدي يفكر ويبقى عنده خطه واضحه وصريحه هيعمل ايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا.